سبعة ونصف الرؤية ونشر إخبارية مفصلة. حياكم الله ونبدأ بأبرز العناوين. جلاله الملك يعقد لقاءات في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. وفاة حج أردني وفقدان آخر في حادث التدافع في ميناء. حجاج بيت الله الحرام يواصلون أداء مناسكهم بمشعر منى في ثاني أيام التشريق. مقتل عسكريين سعوديين في منطقة جازان السعودية بإطلاق نار من الأراضي اليمنية نقل مباشر لأجواء ثالث أيام عيد الأضحى المبارك من عمان في تفاصيل عقد جلاله الملك عبدالله الثاني مباحثات مع ملك اسبانيا ورئيسي وزراء الهند ولبنان على هامش زياره العمل التي يقوم بها جلالته الى مدينه نيويورك لتراس الوفد الاردني لاجتماعات الدوره السبعين للجمعيه العامه للامم المتحده وبحث جلالته خلال لقائه العاهل الاسباني الملك فيليب السادس بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين في مختلف المجالات إضافة إلى أخر المستجدات على الصعيدين الإقليمي والدولي وخاصة ملف اللاجئين السوريين، كما تناول اللقاء الجهود الدولية المبذولة لمكافحة الإرهاب والتطرف اللذين يهددان الأمن والاستقرار في دول المنطقة خصوصا في سوريا وليبيا وضرورة إعادة الأمن والاستقرار لهما، كما بحث الزعيمان سبل تعميق التعاون الاقتصادي والتنموي بين البلدين في إطار علاقات الشراكة والتعاون وحسن الجوار مع الاتحاد الأوروبي هذا وبحث جلالة الملك مع رئيس الوزراء الهندي ناريندارا مودي آليات تطوير عمل هيئة الأمم المتحدة والإصلاحات المتعلقة بمجلس الأمن لتمكين الهيئة الأممية من مواجهة تحديات القرن الواحد والعشرين بكفاءة واقتدار كما أكد جلالة الملك خلال اللقاء على أن الإرهاب والتطرف يشكلان خطرا على جميع دول العالم ما يتطلب تعزيز التعاون السياسي والأمني والاقتصادي مضيفا أن خطر الإرهاب يتجاوز الأديان ويهدد الإنسانية جمعاء وأعرب جلالة الملك عن تطلعه لزيارة الرئيس الهندي الشهر المقبل إلى المملكة لإعطاء دفعة جديدة لعلاقات البلدين خصوصا لتوسيع التعاون في المجالات الاستثمارية كما التقى جلالة الملك رئيس الوزراء اللبناني تمام سلام، حيث اكد جلالته على ان الاردن ولبنان يواجهان تحديا مشتركا في ملف اللاجئين السوريين والتداعيات الامنيه الاقليميه، مشددا على مسانده الاردن للبنان ودعمه في مواجهه مختلف التحديات. وبحث جلاله الملك ورئيس الوزراء اللبناني تبعات الازمه السوريه، خصوصا تدفق اعداد كبيره من اللاجئين الى دول الجوار السوري، مؤكدا جلالته على اهميه تقديم الدول المانحه والمجتمع الدولي الدعم. لها في تحمل جزء من هذه الاعباء وقال جلالته ان ما يجري في الشرق الاوسط خصوصا الازمه السوريه يتطلب من المجتمع الدولي بذل المزيد من الجهود لايجاد حل سياسي سلمي للازمه ينهي معاناه الشعب السوري ويضع حدا للاقتتال والدمار ويعيد الامن والاستقرار للمنطقه أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية وفاة حاج أردني في حادث التدافع الذي وقع في مشعر منى أول أيام عيد الأضحى المبارك وما يزال البحث جاريا عن حاج آخر مفقود وزير الأوقاف وزير رئيس بعثات الحج الأردنية الدكتور هيل داود قال في تصريحات صحفية إن معلومات وصلت للبعثة الأردنية مساء أول أيام العيد تفيد بفقدان حاجين أردنيين إثر حادث التدافع في منى. وقامت البعثة على الفور بتشكيل فريق عمل لمتابعة المفقودين وتمت زيارة جميع المستشفيات التي نقل إليها المصابون والمتوفون بالتنسيق مع الجهات السعودية المختصة والقنصلية الأردنية في جدة وبالتعاون مع ذوي وأصدقاء المفقودين وأضاف داود أنه تم صبيحة اليوم التأكد من وفاة الحاج المرحوم بإذن الله أحمد صالح أبو عوالي عن عمر هو ستة وخمسون عاما في الحادث وهو من حجاج الفرادة من خارج البعثة الرسمية، مشيرا إلى أنه تم الاتصال بذويه لتعزيتهم وأخذ الموافقة لدفنه في مكة المكرمة وأوضح داود أن البحث ما زال جاريا عن حاج مفقود آخر وهو سامي علي خلف البطاين سبعون عاما من حجاج البعثة الرسمية ويجري البحث عنه من قبل أعضاء البعثة وولده الذي كان يرافقه عند وقوع الحادث وتعرض لإصابات أدت إلى إدخاله المستشفى لتلقي العلاج وخرج سالما معافى وفي ذات السياق اعلن وزير الصحه السعوديه المهندس خالد الفالح مساء اليوم ارتفاع عدد وفيات حادث تدافع مشعر منى الى 769 وفاه و 934 جريحا، وقال في مؤتمر صحفي عقده اليوم ان اول التحديات التي واجهتها وزاره الصحه هو حادثه الرافعه والتي ذهب ضحيتها مائة وأحد عشر حاجا معلنا عن ان موسم الحج هذا العام خلى من الأوبئة والأمراض المحجرية. يواصل حجاج بيت الله الحرام اليوم أداء مناسكهم بمشعر منى في ثاني أيام التشريق برمي الجمرات الثلاث الصغرى والوسطى والكبرى. ويرتقب ان تتعجل اعداد من الحجاج نحو مكه اليوم لاكمال مناسكهم باداء طواف الوداع، في حين يفضل اخرون البقاء حتى انقضاء ايام التشريق الثلاثه، ويقضي الحجاج في منى ايام التشريق الثلاثه لرمي الجمرات الثلاث، مبتدئين بالجمره الصغرى ثم الوسطى فجمره العقبه الكبرى، ويجوز للحاج الانصراف اذا كان متعجلا، وبذلك يسقط عنه المبيت ورمي الجمرات باليوم الاخير، بشرط ان يخرج من منى قبل غروب الشمس. وإلا لزمه البقاء لليوم الثالث وكان الحجاج بدأوا أمس برمي الجمرات الثلاث بدءا من الصغرى ثم الوسطى فالكبرى بسبع حصوات في كل جمرة حيث يكبرون عند رمي كل حصات ويدعون بما شاءوا بعد الصغرى والوسطى مستقبلين القبلة رغم عطله العيد الا ان العديد من اصحاب المهن والمحال التجاريه يواصلون اعمالهم كالمعتاد دون كلل او ملل في مختلف مناطق المملكه وبين اصحاب المحلات التجاريه على اختلافها انه لا بد لهم من متابعه اعمالهم خلال ايام العطله الرسميه والاعياد بشكل خاص وذلك تلبيه لاحتياجات المواطنين للمواد الاساسيه التي يبيعونها والتي لا بد لها وان تتوفر في كل منزل اثرنا ان يكون دوامنا يوم العيد وايام العيد على مدار الساعه حفاظا على زبائننا وعلى دومومه المواطن انه يلاقي بضاعته خضار وفواكه على مدار الساعه لانها ماده اساسيه احنا محطه مياه في المرج فبنقوم بخدمه تقديم الميه في فتره العيد لأن اغلبيه المحطات في مرج الحمام مسكره فاحنا من اول يوم العيد الحمد لله وفضل من الله نوبنا بحدود ثلاث شفتات يقوم العديد من ابناء محافظة معان خلال ايام عيد الاضحى المبارك بذبح اضاحيهم خارج المسلخ المخصص لهذا الشيء مواطنون اشتكوا بان المسلخ يحتوي على عده عيوب تمنع المواطنين من ذبح مواشيهم فيه من منها تصميم المسلخ بدوره قال رئيس البلديه ماجد الشراري انه تم مسبقا تشكيل لجان لتقييم وضع المسلخ في المدينه الى انه لم يتم اجراء اي تعديلات حتى اللحظه بسبب الشح في الموارد الماليه لدى البلديه احنا نذبح في البيت على اساس اهل البيت يشوفوا الضحيه تبعهم كل انسان اهل البيت يعني المراه والرجل بتنذبح قدام الضحيه بيشوفوها الافضل دائما الذبح في في المسلخ ليش اول شيء توفر الشرطة الصحيه كامله في المسلخ اثنين وجود حظيره قائمه على شخص مسؤول هناك طبيب بيطري بيتم فحص الأغنام والمواشي بهجة العيد بلمة الأحبة باتت مفقودة في البيوت الفلسطينية التي يأتي عليها العيد وأحد أفراد عائلتها إما أسيرا أو شهيدا فريق رؤيا زار عائلة الأسير محمد زيداني من بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى وعاد بالتقرير التالي مع زينة صندوقه أمي، أمي، أمي ماذا تجيب عيدا حل على أم من ابنها عن روحها بعيد أسر وأمست حياتها كحلا وظلاما لا يعرف نورا سعيد يعتقد من حولها أنه يغيب عن بالها للحظة أو أن دمعتها تجف لوهلة لكنهم أخطأوا الحكمة ولم يلتفت إلى نظرة عينها فيروا محمدا وقد عمى بصرها وبصيرتها عن الحياة فما عادت تقشع إلا مرارة الاشتياق وتتجرع تعاسة الفراق فقد سرقوا الحبيب وسرقوا الفرحة ورافقها كابوس تستفيق منه مفزوعة على إحساس أم بأن خطبا مكروها أذى جسده وكأنه جسدها العيد مثل اي يوم بس بالنسبه لي لانه واحد من الاولاد المره هاي مش معي يعني قهر وجع تعب ذل بالنسبه لي وبالنسبه له ما بيكونش في عيد اصلا زي اي يوم عادي ممل بتفتحي باب بتسكري باب بتسمعي صوت الاولاد اللي بيلعبوا برا بتستني يفوت عليكي ما بيفوت مرق علي ست اعياد واولادي مش معي لانه شاهر انحبس سنه كامله فعيدين وعامر سنه كامله عيدين وهي محمد كمان عيدين بالنسبه لي محمد الحنيه كلها فبتستفقديه امبارح محمد هو كل إشي لي واخوته بيعرف حرقت قلبك عليه غير كل حدا كلهم عيني بس هو غير شكل حابه كثير اضمه حتى الصوره اللي لازم يتصورها معي في السجن ما صورونا اياها يعني. محمد حبيب قلبي عيوني قلبي يا امي انا مشتاقه لك كثير كثير اكثر من هيك أقول لك والاشتياق ببين غير من اضمه بين ايدي كل عام وانت بخير عيوني حبيبي يا امي الله يرضى عليك رضى قلبي ورضا رب وهناك في ظلمة زنزانة الأسر في تلك الزاوية وملابس المعتقل البالية تجلس الوحدة مع محمد تواسيه بعدا عن الصدر الحنون وتجلد بجوعه وبرده واثار عذاباته عيدا يقضيه في السجون. تجربه عامر في السجون الاسرائيليه تروي لنا كيف سيقضي اخوه محمد العيد. في العيد السجن يعني لما انت بتكون بوقت كل العالم حوالين اهاليهم كل العالم بعيدوا عن بعض انه انت تاخذ تفكر هلا هم شو بيعملوا برا كيف هم قاعدين بدونك كيف هم قاعدين جايبين سيرتك اخوهم قاعدين برا انت بتكون حاسس انه يعني بغصب قلبك انه بصير نفسك لما تشوف امك على الزيارة بس يعني انه بس لو اسلم عليها ابوس ايدها يعني عيد عليها منه زي على انه زي باقي العالم هلا انا بحكي لاخوي انه يعني قد ما كان السجن قد ما كان حكمه بالاخر يعني اخريته راح يروح ولو ما عيطش هذا العيد راح يعيد اللي بعده يعني وقد يعني اهم شيء انه يضل صابر وصامد جوا منقوص هو غير موجود، غربة فحرقة ووجع مكبوت، تعريف العيد لأم تقطعت أوصال أوردتها بلهفتها لحضن لرائحة حب الضنا المأسور، تشعرون بهمها؟ لا تعرفون شيئاً عما يختلج ضلعها المكسور، افرح يا محمد فالعيد برحم مقدسيا أنجبك وآثر حبك لحبه الأكبر وعيده بتحرير فلسطين من منزل الأسير محمد زيداني زينة صندوق رؤيا بعد أكثر من عام على حرب أو على الحرب على غزة يقضي بعض سكان القطاع عيد الأضحى في كرفانات مؤقتة بانتظار إعادة الإعمار ما يزيد من صعوبة الحال والحياة، إلى أن ذلك لا يثبط من عزيمة أهل القطاع في بحثهم عن السعادة وخصوصا في العيد المزيد مع منى أوكل عام كامل مر على العائلات التي دمرت منازلها خلال العدوان الاسرائيلي الاخير على قطاع غزه لم يحمل لاي منها يوما عاديا فهي العائلات تقضي عيداً جديداً تحت سقوف واهيه يستقبلونه بفرحه منقوصه وحسره على ما فقدوه من استقرار وامان دفعهم لخوض تجارب جديده اما تحت بقايا منازلهم او في كرفانات او خيام ومنازل مؤقته السنة يعني بعتبرها أسوأ سنة لأنه مرت سنة كاملة على الحرب وإحنا الساعة الوضع زي ما هو مرحلة العمار ضعيفة جدا يعني هنا نبني وقاعدين وجاي من المنخفضات جاي فترة الشتاء وإحنا الساعة في الكرفانة طبعا نطالب أن المسؤولين يستعجلوا في عملية الأعمار في بإعادة بناء البيوت وفترة العيد طبعا مش على أنا يعني على كل قطاع غزة فترة سيئة جدا يعني الوضع صعب فيش عمل فيش دخل على الاسر في إجاعيد عيد ومش حاسين انه في عيد عندنا يعني بالكربونات في العيد هذا وان شاء الله بالعيد الجاي بنكون في دارنا ورغم صعوبة الحال ليس امام العائلات التي ما زالت تنتظر بناء منازلها الا فعل المستحيل لاسعاد ابنائهم في عيد الاضحى كما باقي اطفال العائلات بشراء ما امكن من ملابس جديده وحلويات وحاجيات تخفف عنهم مصابهم وتعين ذاكرتهم على ما فيها من الم هذا النشاط عملناه للبيوت المهدمه اللي في الكرفانات لانهم حقهم انه المعاناه عانوها ظل الضرب والدمار والظلم مدمره حبينا نحن نعمل تشكيل منا من الشباب شباب الفريق انه نكون من حالنا وفي جمعيه دعمتنا جمعيه تنظيم محميات الاسره الفلسطينيه دعمتنا نجيب ادوات يعني هدايا بسيطه احنا ندخل الفرحه والبسم على شفاه هذه الاطفال بظل الضرب وانهم حالتهم يعني ماساويه ومع تكرار الحال وثباته للعيد الثالث على التوالي، يبقى الإصرار موجوداً لدى الغزيين في بحثهم عن السعادة بين تفاصيل الحياة اليومية وخصوصاً في العيد. حتى في قلب هذا الدمار، تبقى هناك حاجة إنسانية للبحث عن الفرحة في عيد الأضحى، هذه الفرحة التي تتوفر لدى الغزيين ما أن تجد عندهم الإرادة. مناعك القناة رؤيا غزة فلسطين. أهلا بكم من جديد محليا وصل سباح المسافات الطويلة العالمية الأرجنتيني ماتيوس أولا إلى مدينة العقبة ضمن برنامج خاص لنشر رسالة المحبة والسلام بين قارات ودول العالم بهدف تسليط الضوء على أهمية العيش بأمان وسلام ودور ذلك في الحفاظ على المجتمعات لحياة متماسكة ضمن برنامج للسباحة في عشرة بحور في العالم ومن ضمنها خليج العقبة وشارك ماتيوس أعضاء المنتخب الوطني لرياضة سباحة الزعانف وعدد من سباحي المسافات الطويلة من المجتمع المحلي بدأت من شاطئ تالبي إلى نهاية المياه الإقليمية الأردنية حيث أكمل السباحة لمنطقة طابة بجمهورية مصر الشقيقة وعرب ماتيوس عن سعادته بمشاركة أبطال الأردن كنوع من التبادل الثقافي والرياضي وأثنى على جمال الحياة البحرية في خليج العقبة وما يتميز فيه من أنواع المرجان المتعددة بألوان مختلفة بالإضافة للكائنات البحرية التي شاهدها أثناء السباحة لقد أحببت أن أشارك في السباحة من أجل السلام بين دول العالم وقمت بالسباحة في عشر مدن وهذه آخر محطة ما بين العقبة وطابة وهي بمسافة 18 كيلومتر والهدف من هذا المشروع هو نقل رسالة المحبة والسلام بطريقة رياضية ما بين القارات والدول والمدن كما سنقوم بعمل إعلان في الأرجنتين والتحدث عن الأردن والعقبة وعن كيفية استضافتنا والدعم المفتوح الذي قدم لنا واود ان اتقدم بالشكر لاداره تالبي على حسن الاستقبال والضيافه. جالت كاميرا رؤيا خلال عطله عيد الاضحى في البتراء ورصدت اجواء العيد هناك واقبال الزوار والسياح للتمتع بجمال المدينه الورديه ومن زوار المدينه كان وزير السياحه والاثار نايف الفايز الذي امضى جزءا من عطله العيد هناك. تفاصيل اوفى في تقرير صالح الفرجات. في كل عيد تكون مدينة البتراء مقصداً للسياح من خارج وداخل الأردن لما تزخر به من تراث وحضارة نادرة ومن بين زوار البتراء كان وزير السياحه والآثار نايف الفايز الذي اختار البتراء كوجهة سياحية له ولأفراد أسرته وأصدقائه، من ضمن برنامج الأردن أحلى الذي أطلقته الوزارة مؤخراً لتشجيع الأردنيين على زيارة البتراء. الوزير الذي يتقن اللغة الإسبانية إلى جانب اللغة الإنجليزية، تسوق من المحلات كسائح والتقى عدداً من السياح بصفته الشخصية. نحن اليوم في بنية البترة الوردية بوجود حافل من الأردنيين وضيوف الأردن نستمتع في كنوز الأردن وكان هناك قرار من مجلس الوزراء بإعفاء كافة الأردنيين والمقيمين على أرض الوطن من دخولهم إلى المواقع الأثرية والسياحية في الأردن نشجعكم أن تنتهزوا هذه الفرصة خلال الأيام العيد لزيارة البترة والمواقع الأثرية المنتشرة في الأردن وشهدت المدينه حركه سياحيه نشطه نسبيا مقارنه بعيد الفطر السعيد خاصه من الاردنيين المقيمين بعد ان اعفتهم الحكومه من رسوم دخول البتراء حيث ابدى العديد منهم عن اعجابه بمستوى الخدمه المقدمه في البتراء من سلطه الاقليم كنظافه المدينه وحسن التعامل من اهلها اليوم زرت البتراء كثير انبسطت فيها وكثير كانت حلوه ومستوى النظافه فيها كثير عالي وكثير مرتب ما شاء الله وكل شيء فيها حلو والاحلى بموضوع انه اهل البتراء وروحهم المرحه جدا جدا روعه بنصح الكل يزور البتراء. انا جايه من لبنان هي اول مره بجي على الاردن واول مره بجي بزور بترا سامع عنا كثير بس اكيد الشوفه غير غير من اللي بتسمعوه كثير حلوه أه متعبة شوي بس لازم تجوا تشوفوها الطرقات كتير نظيفة وإذا حدا تعب كمان كتير مسهلة في أحسنة وفي هيدا إذا حدا تعب في يرجع بالرجعة عليهم وبنصح كل حدا يجي يشوفها هذه الحركة النشطة نسبيا للسياحة في البتراء أسهمت بشكل بسيط بتنشيط القطاع الذي يعاني من ركود بسبب تراجع الحركة السياحية بشكل عام شارك زوجان بريطانيان يتجاوز عمرهما السبعين عاما في ماراثون رياضي في مدينة البتر الأثرية ما أدهش الحضور للعزيمة والإرادة التي يتحليان بهما رغم كبر سنهما للمشاركة في هذا الماراثون الذي يقام بشكل دوري في الدول التي يوجد بها عجيبة من عجائب الدنيا السبع بهدف الترويج لها سياحيا قصة زوجان الزوجين البريطانيين في التقرير التالي ماراثون في مدينة البتراء أعطاه مشاركان صبغة خاصة، فالمشاركان القادمان من جنوب بريطانيا تجاوز عمرهما 70 عاما، إلا أنهما أصرا على المشاركة في هذا الماراثون متخطين كل العقبات التي قد تقف أمامهم، مؤكدين على أن العمر لا يقف عقبة أمام الإرادة. زوجة المتسابق البريطاني والتي تبلغ من العمر 75 عاما لم يمنعها عمرها ولا درجات الحرارة العالية في البتراء من خوض تجربة الجري بين جبال البتراء لمسافة 21 كيلو مترا برفقة زوجها. I'm Charm Robson. I'm British. I come from the very north of England. The course was quite amazing. I've never been so hot in all my life. But it is so beautiful. The organisation is wonderful. Petra is out of this world. I'm, I shall be telling everyone this is a race that any runner has to do, it has to be on everyone's bucket list. الماراثون الرياضي الذي يقام كل عام في الدول التي تمتلك عجيبة من عجائب الدنيا السبع نظم هذا العام في مدينة البتر الأثرية إحدى أجمل عجائب الدنيا السبع حيث شارك فيه أكثر من 120 غداء من 27 دولة حول العالم حيث يهدف القائمون على هذا الحدث الرياضي للترويج للأماكن السياحية التي اختيرت كعجائب للدنيا فعجيبه اخرى جسدها هذان الزوجان في البترا عجيبه العالم عندما شاركا في هذا السباق الصعب رغم عمرهما الطويل فادهشا الجميع بعزيمتهم وقوتهم وارادتهم <applause> عربيا قتل عسكريان سعوديان أحدهما قائد قطاع حرس الحدود في قطاع الحرث وأصيب أربعة آخرون في منطقة جازان جنوب المملكة جراء انفجار لغم تلاه إطلاق نار من داخل الأراضي اليمنية المتحدث الأمني لوزارة الداخلية لواء منصور التركي قال إنه أثناء سير مجموعة من دوريات حرس الحدود على الطريق المخصص لها بمحاذاة الحدود في قطاع الحرث بمنطقة جازان تعرضت لانفجار لغم ما نتج عنه تضرر عدد من المركبات ومغادره مستخدميها منها بحسب ما نقلت وكاله الانباء السعوديه واوضح المتحدث بانه عند شروعهم في مواصله مهامهم بالدوريات المساندة التي توجهت لنقلهم تعرضوا لاطلاق نار كثيف من مواقع مختلفه داخل الاراضي اليمنيه حيث بادروا على الفور باتخاذ مواقع واقيه وتبادلوا اطلاق النار مع العناصر المعاديه حيث تمت السيطره على الموقف وابين التركي انه نتج عن تبادل اطلاق النار استشهاد قائد قطاع حرس الحدود بالحرث العقيد الدكتور حسن غشوم عجالي والرقيب عبد الرحمن محمد الهزازي وإصابة أربعة أفراد آخرين بإصابات طفيفة عام عصيب مر على الشعب اليمني منذ الانقلاب الحوثي المدعوم من قوات الرئيس السابق علي عبد الله صالح حيث ذاق اليمنيون شتى اصناف العذاب من قتل وتشرد وحرمان من ابسط الحقوق الانسانيه التقرير التالي يرصد ويوثق تلك المعاناه منذ استيلاء الحوثيين على السلطة في اليمن في شهر أيلول الماضي وبعد طردهم للسلطات الحكومية الرسمية بدأت معاناة اليمنيين تتزايد وعلى أكثر من صعيد وتحديدا الانتهاكات الإنسانية التي تعرض لها المدنيون على أيدي ميليشيات الحوثي والقوات الموالية للرئيس السابق علي عبدالله صالح ففي اخر واحدث التقارير التي رصدت الحاله الانسانيه في اليمن خلال عام من عمر الانقلاب الحوثي في اليمن، وثق التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الانسان مجموعه كبيره من تلك الانتهاكات، حيث ذكر التقرير ان ميليشيا الحوثي وقوات صالح قتلت واصابت الاف المدنيين في اليمن وذلك خلال نهايه شهر ايلول 2014 وحتى منتصف شهر اب هذا العام. واوضح منسق وحده الرصد والتوثيق بالتحالف احمد عرمان ان التقرير وثق خلال هذه الفتره مقتل اكثر من ثلاثه الاف مدني بينهم اربعمائه طفل وما يقارب اربعمائه امراه واصابه نحو سبعه الاف واربعمائه مدني بينهم سبعمائه طفل وخمسمائه امراه ورصد التقرير أيضا اقتحام ونهب 25 مؤسسة أغلامية وما يزيد عن المئة منظمة مجتمع مدني و163 مقرا للأحزاب السياسية و578 مؤسسة حكومية وعلى مستوى الحريات الأغلامية فقد وثق التقرير مصادرة معظم المؤسسات الأغلامية الحكومية بعد سقوط صنعاء بيد الميليشيات التي سيطرت أيضا على وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ما مكنها من حجب 61 موقع إلكترونياً. كما تعرض 13 صحفيا للتعذيب في سجون ميليشيا الحوثي وصالح بالاضافه الى مقتل عشرة صحفيين تم وضع بعضهم كدروع بشريه في مخازن السلاح وتناول التقرير ايضا وضع الخدمات الصحيه منذ الانقلاب، حيث ذكر التقرير انه تم استهداف المستشفيات والمراكز الطبيه بالقصف المباشر وغير المباشر وذلك عبر القصف العشوائي للاحياء واستهداف الطواقم الطبيه وسيارات الاسعاف. وتناول التقرير قضيه الالغام التي زرعتها الميليشيات اثناء انسحابها من المحافظات الجنوبيه في اليمن، وتم نزع حوالي 800 لغم حتى الان من مناطق العريش وخور مكسر. وطالب التقرير المجتمع الدولي بدعم اعاده بناء اجهزه انفاذ القانون الوطنيه والمؤسسات الرسميه في اليمن بما يضمن اخراج الميليشيات من المدن وبسط نفوذ الدوله فيها. حلم الشهره والغناء لازمها منذ الصغر وبإيمانها بقدرتها ومساعده من حولها تمكنت من تحقيق هدفها. الفلسطينيه نوره ابو ماضي صوت شجي مثل فلسطين في العديد من دول العالم. تنقل لنا حلمها في التقرير التالي مع نبال فرسخ يا صباح الخير يا وجه الخير يا غالي على نسمة صبح بغني الطير وانت بالي قول لي لك ورد وجوري قطفت لك من قدك بغزل اسمي نورة أبو ماضي من محافظة سلفيت عمري 24 سنة بغني وبلشت أغني من من لما كان عمري 8 سنين أهلي اللي اكتشفوا موهبتي وهم اللي ساعدوني أني أطورها وأنميها وكان في مغنيين معينين يعني أتأثر فيهم و... ويعني أحب أسمعهم بالنسبة إنه عمر صغير زي فيروز و... فاهلي صاروا يحاولوا انه اوكي احفظي هاي الاغنيه احفظ احفظي هاي الاغنيه صاروا ياخذوني على ناس موسيقيين ومتخصصين انه يسمعوهم صوتي وهذا الاشي ساعدني كثير من انه من صغري بلشت اغني ووصلني و... باني بعمر معين ب 15 16 او اصغر شوي صرت اشارك بمهرجانات برا وبحفلات كبيره <متحدث> بكتب ودمع العين عالخدين احترت لامينا ابو بتذكر ليالي الاصل مؤخرا من خلال شركة يانز ميوزك تم اطلاق اول البوم خاص لإلي بعنوان متغرب كفنانة فلسطينية بغني بطمح انه اكيد اوصل رساله معينه لا مش بس العالم العربي للعالم انه احنا شعب عندنا مواهب عندنا فنون في في عندنا هاي المشاعر الانسانيه الجميله وبنقدر نعبر عنها جايب لي سلام من عند الحنين جايب لي سلام عصفوري بصوتها الفلسطيني الحالم استطاعت نورا ابنة الأربع وعشرين عاما أن تتألق في عالم الفن لإيصال رسالة إلى العالم بأن هذا الشعب الفلسطيني المحتل الذي يعيش الحرب منذ سبعة وستين عاما يحب الحياة إذا ما استطاع إليها سبيلا من الله المحتل نبال فرسخ رؤيا.